مشروع اليوم مشروع قصص نجاح تحت شعار رائدون من القيروان. انبثقت الفكرة من برنامج إذاعي على الإكسترا راديو ويب اسمه قصص نجاح، تقدم فيه الشابة الموهوبة نهاء الخليفي، كذلك من برنامج لجين أنتربريز لجين أنتربرناريا. البرنامج هذا زاد خدمة عليه دار شباب كلوب عمناول، وكان مع الجيزات خرجنا كفريق عمل بطبيعة مع أراء الشباب ومع تطلعات الشباب، إنه ومع زاد اقتراحات أصحاب قصص النجاح اللي جبناهم خرجنا بفكرة علاش ليه ما نعملوش فوروم أفق ريادة اللي احنا فيه اليوم، علاش ليه ما نبعثوش مشروع يسلط الضوء على قصص النجاح في القروان، وعلاش ليه ما نكرموش احنا كدار شباب ولو تكريم بسيط لفتة لأصحاب المشاريع الناجحة، خاصة بالحق أصحاب مشاريع ريادية. وإحنا في الإطار المشروع ذي زادة تنقلنا اخترنا ماهوش بالأفضلية لكن حسب يعني إمكانياتنا، وإن شاء الله باش تواصل الحكاية هذية. تنقلنا عملنا زيارة ميدانية لأصحاب مشاريع ريم نصراوي بجلولة وسنيا العميري بالوسلاتية، لزيت وثقنا تقارير كانت من تلفزة يعني تقرير من إنتاج تلفزة ويب المنصورة، وتقرير من إنتاج الإكسترا راديو ويب في إطار تشجيع الشباب على الاندماج والتطلع للمشاريع هذه، وعلاش لا تبادل التجارب وكل. اليوم زاد في المشروع متاعنا هو اختتام للسلسلة من المراحل قمنا بها اللي هي دورات تكوينية في الديجيتال في الثينكينج مع يوسف هبول. زيدا اليوم عنا المشروع هذا ينقسم إلى المعرض اللي فيه بعض من أصحاب المشاريع اللي حبوا يوريوا البرودوي متاعهم، اللي حبوا يعطيوا لفتة باش يخليوا العباد تيارنا حتى من الصعوبات رانا خلقنا حاجة حتى من المشاريع، رغم أني مش مشاريع ما زالت يعني في البداية متاحة إلا أنها أفكار ريادية وكل شيء. في صالون الريادة باش يقع عرض للأصحاب المشاريع باش يعرضوا القصص متاحهم، وفما جمهور نوعي نوعا ما اللي هما باش يحضروا يعني شباب بيحب يبعث مشروع، شباب خايف، شباب مازال متردد، باش يكونوا هما قصص ملهمة لهم باش يحفزهم أكثر، ولما لا فما تفاعل حوارات تفاعلية مع جمعيات مؤسسات حضرة الحياة فهم. الحياة فهم زهرة الحياة.